وسادس هذه الأمور هو لزوم الدعاء، فإن الدعاء فاضل في هذا الشهر بالخصوص، وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا: إن الله عز وجل قد ذكر هذه الآية بين آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء في شهر الصيام وفي وقت الصيام فاضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للصائم دعوة مستجابة لا ترد عند فطره. قال أهل العلم: إما تحتمل عند فطره، أي عند فطر يومه، أي قبل عند غروب الشمس، وتحتمل أن تكون عند فطره، أي عند منتهى عمله في انتهاء الصوم، فيكون في آخر الشهر. فمن دعا الله عز وجل في هذا الشهر وألح إليه سبحانه وتعالى والتجأ إليه بالدعاء، فإن الله عز وجل سيجيب دعاءه ويعطيه سؤله ورجاءه.